قلبك حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الوحدة المربعة مع بعض، هنخلصها ان شاء الله في الفيديو ده. هي كده فاضل لها سطرين. بعد ما خلصت السطر اللي هو عمود بلفتين وسلسلة، هما 13 عمود. هنعمل ايه بقى؟ اخر حاجة انا انتهيت عليها اللي هي 5 سلاسل، وعملت منزلقة في اول 4 سلاسل ارتفاع. شايفين شكلها جميل ازاي؟ هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنرتفع برضو مش 5 سلاسل بقى، 6 سلاسل. يعني 1 2 3 4 5 6. وهنعمل برضو عمود بلفتين اهو، شايفين؟ يعني هنعمل نفس السطر اللي فات، بس بدل من كل عمود والتاني سلسلة هيبقى سلسلتين اهو، سلسلتين وبعدين عمود بلفتين، برضو 13 عمود. هو ده الاختلاف اللي في السطر ده، سلسلتين وبعدين عمود بلفتين. السطر كله هيمشي بنفس النظام، سلسلتين وبعدين عمود بلفتين. شايفين؟ يبقوا معانا 13 عمود، مفيش زيادة ولا نقصان، هما زي ما هما، بس الاختلاف ان هو سلسلتين. ادي كده عمودين 4 6 كده، ده السابع. سلسلتين وعمود بلفتين. سلسلتين وعمود بلفتين اهي، عمود بلفتين. طبعا الالوان بقى على حسب اختيارك انتي، الالوان اللي انتي عايزاها تحطيها. دي بقى حاجة ترجع لك انتي، تناسق الالوان ده اختيارك انتي. مش شرط يعني الالوان اللي انا حطاها اهي. شايفين كده؟ 2 4 6 8 10 11. ادي اخر عمودين 12. وادي 13. بعد كده هنمشي عادي خالص زي ما كنا ماشيين في السطر اللي قبله، اللي هو ال5 سلاسل. وبعد كده نعمل غرزة حشو هنا اهو، وبعدين 5 سلاسل غرزة حشو. شايفين اهو؟ الفراغات كمان بتقل اهي، شايفين؟ 5 سلاسل ونيجي على العواميد اللي قدامها. هنعمل هنا كده في بداية العمود هنا اهو مش هنا. لو عملنا هنا هيطلعوا 12 هنا اهو في بداية العمود. هناخد لفتين وندخل من اهو كده ونعمل عمود بلفتين اهو، شايفين اهو سلسلتين عمود بلفتين تلتاشر عمود هنعملهم زي دول. طبعا انا هكمل بقى بقية العواميد دي، هعمل فوق كل عمود بلفتين عمود بلفتين واللي يفصل بينهم سلسلتين. هخلص السطر ده كده للاخر زي ما عملت دي، ونرجع نعمل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر اللي هو عمود بلفتين وسلسلتين وعمود بلفتين. هنغير الخيط برضو نعمله بالخيط باللون البامبا. هنعمل ايه بقى؟ عملت اخر حاجه 5 سلاسل وغرزه حشو في ال4 سلاسل اللي هما الارتفاع. هغير اللون، اخلي بقى ايه اخر سطر باللون البامبا عشان يبقى واضح اكتر اهو كده. وصلنا الخيط. طبعا الزيادات دي هندخلها معانا في الشغل. يعني نعملها تاني كده، ناخد الخيط اللمبة كده. هنعمل ايه بقى اهو؟ هنرتفع 3 سلاسل 1 2 3. نيجي هنا بقى في الفراغ اللي هو فيه 2 سلسلة اللي هو بين العمودين، هنعمل غرزة حشو. شايفين اهو، غرزة حشو. في الفراغ اللي بين العمودين هنقص طبعا الخيط الاحمر، خلاص مش محتاجينه تاني، وده اخر سطر اهو. هنيجي بقى هنا ايه في الفراغ اهو، هنعمل ايه؟ هنعمل غرزة حشو وبعدين نرتفع 3 سلاسل 1 2 3 وفي نفس المكان غرزة حشو. شايفين؟ نيجي هنا برضو نتنقل في الفراغ ده، نعمل غرزة حشو وفي نفس الفراغ نرتفع 3 سلاسل ونرجع نعمل غرزة حشو تاني في نفس الفراغ اهي. شايفين بتدينا شكل جميل ده. هنا برضو غرزة حشو 3 سلاسل غرزة حشو في نفس المكان عشان تدينا ايه الفسطونات دي. هنا برضو غرزة حشو اهي 3 سلاسل غرزة حشو. كل الفراغات بقى بنفس النظام. شايفين بتدينا شكل جميل ازاي. نتنقل هنا برضو غرزة حشو وبعدين 3 سلاسل غرزة حشو. شايفين اهي، نعملها تاني اهي غرزة حشو وبعدين الفراغ اللي بعده غرزة حشو 3 سلاسل وفي نفس الفراغ غرزة حشو. وبزيت حاش، 3 سلاسل وبزيت حاش. كافي. هنا برضو وبزيت حاش، 3 سلاسل وبزيت حاش. كل الفراغات بنفس الشكل اهي، وزيت حشو هنا، و3 سلاسل وزيت حشو وزيت حشو، 3 سلاسل وزيت حشو وزيت حشو، وبعدين 3 سلاسل ورديت حشو. وحنا عاملين بيها فيديو، كنت انا بسرع يعني عشان ايه الحبيب يعرف بتتعمل ازاي. هنا بقى في ال5 سلاسل دول الفراغات هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم 5 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5. ال5 اللي بعديهم نفس النظام، 1 2 3 4 5 اللي بعديهم لغاية ما نوصل للايه للأعمدة، 1 2 3 4 5. شايفين؟ هعمل بقى كل الاعمده دي زي ما عملت ده، وارجع اوريكم شكلها بعد ما خلصت. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت اخر سطر في الوحده عشان تشوفوا شكله بقى عامل ازاي. شايفين شكلها جميل ازاي؟ اخر سطر طبعا عملنا في الفراغ غرزه حشو، 3 سلاسل غرزه حشو، وفي كل فراغ 5 غرز حشو. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا، السلام عليكم.